لمواكبة المنتخب اللبناني من الإعلامي والمواكب لاستعدادات دعم ومؤازرة المنتخب الإعلامي رواد مزهر. رواد أهلا بك، يعني هناك طبعا تفاؤل رغم قلة الإمكانيات بأن يحقق المنتخب اللبناني نتائج. أنت كمتابع كيف تتوقع أن تكون صورة المنتخب في 9 من هذا الشهر في أول لقاء له مع المنتخب القطري الشقيق؟ اولا تحيه لك بسام ولقناه الكاس التي قامت بمجهود كبير جدا لتغطيه كاس اسيا. ليس لدى لبنان اي شيء ليخسره، لذلك ذاهبون الى كاس اسيا لتحقيق ما يتمناه كل لبناني، وهو التاهل اولا الى الدور الثاني ومن ثم انتظار باقي المفاجات. المنتخب اللبناني ربما لم يتحضر بشكل جيد، الحكومه لم تدعم المنتخب اللبناني كما تدعم باقي حكومات الدول منتخباتها، حتى الاتحاد اللبناني كان مقصرا في مكان ما، إلى أن الإمكانيات الموجودة باللاعبين بالمواهب اللبنانية قادرة على تحقيق المفاجأة، قادرة على خطف ولو نقطة من كل من منتخبات قطر والسعودية وهما المنتخبان الأقوى في المجموعة، ومن ثم الفوز على كوريا الشمالية التي لنا تجربة جيدة معها والتأهل إلى الدور الثاني. لذلك أتمنى وأتوقع أن يكون المنتخب اللبناني واحد من 3 منتخبات ستتأهل من هذه المجموعة. طيب، يعني الأمل معقودة على المدرب أم على اللاعبين أنفسهم رواد؟ اليوم هم فريق واحد، المدرب من يخطط واللاعبون هم من ينفذ، لذلك أتوقع أن يكون الجميع يدا واحدا في خدمة منتخب لبنان، في خدمة اسم لبنان. هم يلعبون لصالح المنتخب الذي يمثل أكثر من 6 ملايين لبناني منتشرين في لبنان وربما في دول العالم هم أكثر بكثير من ذلك. لذلك أتوقع أن يكون رادولوفيتش مخاطرا هذه المرة أكثر من المرات الماضية. منتخب لبناني لم يسجل أي هدف في آخر 5 مباريات، هذا أمر مخيف جدا، لذلك أتوقع أن يندفع رادولوفيتش إلى الهجوم قليلا وأن ينفذ اللاعبون هذه الخطة. نتمنى طبعا التوفيق للمنتخب اللبناني. شكرا لك الإعلامي رواد مزهر.